تصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية تجمع الزعماء الأفارقة المشاركين بقمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. هذا وقد تم استحداث القمة التنسيقية الأفريقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي اتصالا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفضلا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة. وأبرز خطواته هو إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية.